أنا اسمي زينب عمري 17 سنة بسكن بسالونيك كالاماريا وبالثالث ثانوي لما كنت صغيرة قريت كتاب لفيكتور هولتر اسمه البؤساء الكتاب بيحكي عن الثورة الفرنسية وعجبني كتير ومن وقتها صرت أحب الكتابة يعني بحلم بصير كاتبة بحلم بصير كاتبة وزيادة عن هيك عندي حلم كمان إنه صير بكتب مسرحيات وبمثلهم كمان شعور جميل هيدا أول مرة إلي هون كل مرة كنت بدي فوت على مكاتب كنت استحي هيدا أول مرة إلي هون وبحس بس لكون بينات الكتب إني بتلك كل شيء بحس أوقات بغيرة من الكتاب لأنه حطوا اسمهم حطوا بصمتهم بهيدا العالم وفي عالم قاعدة عم تقرأ اللي عم يكتبوه عالم قاعدة بعدها متذكرة اللي عم يكتبوه فأنا بدي صير مثلهم حط بصمتي بهالعالم بس لجيت لهون قابلت أولاد كتير ومنهم أولاد يعني بس بيعيشوا اليوم وبكرة ما عندهم ولا أحلام يعني فقد ما كنت تحاولي تبني لهم أحلام خلص عايشين اليوم وبكرة ما عجبني هيدا الشيء وما حبيت هيدا الوضع وما حبيت كون مثلهم ولا بحب انه يصيروا هيك فبحب اوجه لهم الرساله انه احلموا الاحلام حلوه